نعم نعم نقف، لأن هناك بعض المغالطات في الدستور هي التي أدت إلى تأجيل عدم حسم لحد الآن مادة 140. المادة 140 كان المفروض أن تنتهي في 31/12/2007، ولحد الآن لم تنتهي. وهناك نواب برلمانيون خرجوا بالإعلام يفتخرون بأنهم كانوا السبب بعدم تنفيذ هذه المادة. وأيضا هناك مواد دستورية أخرى هي أساسا لا تحتاج إلى تفسير، ولكن دائما عندما تحول الى المحكمه الاتحاديه وتفسر بطريقه مزاجيه وبطريقه انتقائيه، نحن لدينا هذه المشكله، مشكله تفسير الدستور ليست كتابه الدستور. يعني مثلا لو قرر جميع الكتل السياسيه بحل البرلمان وبتعديل الدستور وبتغيير نظام الحكم، ماذا سيكون موقف الأكراد؟ أكيد لدينا بعض النقاط الهامة بالدستور يجب المحافظة عليه، وأكيد سوف نضيف بعض المواد الأخرى. شنو المواد التي نضيفها مثلا أستاذ وفاء التي لم تحسم لحد الآن؟ ما هي المواد التي تحرصون بعملية المحافظة عليها والمواد التي تسعون يعني لإضافتها؟ كلام جميل جدا عن الفساد السياسي. نعم تفضل. شنو المواد اللي سيحرص الحزب الديمقراطي والقوى الكردية على إضافتها والمواد التي ستعملون على بقائها إذا ما تم الاتفاق على تعديل الدستور؟ عندنا المادة 9 اللي هي أيضا مع الأسف طبعا ولو هم لم ينفذوها بعدم تدخل الجيش في الصراعات السياسية، وعندنا المادة 140 التي لم تنفذ. وين تدخل الجيش؟ وعندنا مادة 115، وعندنا مادة 117، وعندنا مادة 121 الذي يقول دقيقة خلف أسرة، يقول يحق لسلطات الإقليم استخدام صلاحياته القضائية والتشريعية والتنفيذية. أي بمعنى عندما الدستور أعطى لي سلطة القضاء دستوريا، وأنا أخرجت قانون النفط والغاز في 2007 في برلمان كردستان، كيف يتم المحكمة الاتحادية إلغاء هذا القانون؟ أنا دستوريا لي الحق باستخدام القضاء. ولهذا يعني يجب أن نحدد بعض المواد عندما يقول ما عدا الاختصاصات الحصرية، أي أن الإقليم الكردستان لا يحق له فقط المشي في الاختصاصات الحصرية. أستاذ وفاء، ولهذا هذه النقاط، قرار المحكمة بالنفط والغاز هي هذه النقاط ليست من مواد الاختصاصات الحصرية.